تتيح للمنظور الداخلي للمجمع عبارة عن تجمعات للأبنية. هذه الأبنية تكون بشكل موحد جميعه وتتجه نحو الفناء الداخلي. هذه منظور آخر من الجهة الثانية من ساحات لعب الأطفال باتجاه المجمع السكني. هنا نلاحظ التوحد أو الوحدة في الواجهات الخارجية من الفيرفيس والبريكاست المصبوغ باللون الأبيض والشرفات المعززة بالمحجرات الحديدية المصبوغة باللون البرتقالي. هاي هنا سايد فيو للواجهات، يعني الأرضي كان لمحلات التجارية والفوق راح تصير شقق للسكان البالغ 450 وحدة سكنية. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا المجمع اللي عزز من الوحدة والعلاقات التفاعلية ما بين الجيران. شكرا وإلى لقاء آخر. الرحمن الرحيم. نتناول اليوم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهي أحد البحوث المقدمة في مادة تخطيط حضري. يعني حول المشروع، هو مشروع مدينة، المشروع الأكبر من نوعه في التاريخ الأردن، وذلك بتحويل معسكرات القوات المسلحة في الزرقاء، مدينة الزرقاء، إلى مدينة جديدة. هدف المشروع تخطيط مدينة لتكون معلما عمرانيا بارزا وتشكل امتداد طبيعي لمدينة الزرقاء، وتقع على بعد 25 كيلومتر شمال شرق العاصمة عمان. فإذا هذه المدينة هي استثمار وتنمية الموارد الوطنية، وهي شركة مملوكة للدولة مستقلة ماليا وإداريا، تقود توجه الأردن نحو التجديد الحضري وتطور المدن الداخلية. موارد هي أكبر شركة تطوير عقاري في الأردن، مع التزامها بإيجاد فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص. تعد موارد الشريك المثالي للقطاع الخاص للانخراط في المشاريع العقارية، حيث توفر مواقع مملوكة للأفراد شاغرة ومتكاملة الخدمات وجاهزة للتطوير، وتسهل سلاسة التعاملات الرسمية مع كافة الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مواد المطورين العديد من صيغ الشركة المرنة في جميع مشاريع التطور العقاري. الأهداف الرئيسية للمشروع: إنشاء بيئة عمرانية جديدة مجاورة لمركز مدينة الزرقاء الحالي. 2، المساهمة برؤية وهوية استراتيجية لمدينة الزرقاء وضخ ما يكفي من الحياة والأنشطة النابضة بالحياة لتحسين البيئة الاجتماعية للمدينة ككل، واستكشاف فرص للاستثمار في التقنيات البديلة والنقل والبيئة، وتوفر فرص تطور جديدة في 3 مجالات: السكنية والتجارية والمدنية. فإذا هو الهدف العام إنشاء مكان يتمتع بأسلوب حياة جديدة يمكن للناس من خلاله العيش والعمل والتعليم والترفيه في بيئة حضرية مخططة تحمل خصائص جيدة. زين، خلينا نشوف موقع المشروع. يقع الأردن بصورة عامة بين طول 59 و 31 وبين خطي عرض 52 و 34 إلى 39.15 شمالا. مساحة الأردن 89 كيلومتر و2 بالألف مربع، منها 88.8 كيلومتر مربعا مساحات برية ومساحات مائية، ومساحة 329 كيلومتر مربع. يبلغ طول الشريط الساحلي مالتها 26 كيلومتر، ويمتد إقليمه للمياه إلى مسافة 3 أميال بحرية. ورغم صغر حجم نهر الأردن، لكن تضاريسه ريفية وتتمتع بتنوع المناخ. يبلغ عدد سكان مدينة الزرقاء 910 لتعداد 2010، يمثلون
15.7% من سكان المملكة، والكثافة السكانية بالمحافظة الزرقاء 2.5 كيلومتر مربع، وهو أعلى من المعدل العام للمملكة حيث يبلغ 60 كيلومتر مربع. طبعا يتوزع سكانها على 52 منطقة محلية بنسبة 15.7. إن هذا المشروع هو ترجمة لاهتمام الملك بمدينة الزرقاء واحتياجه. تبلغ الكثافة السكانية في الزرقاء حوالي 175.3 نسمة على الكيلومتر المربع، وهي أعلى من معدل العام للمملكة البالغ حوالي 61.6 نسمة على كيلومتر مربع. هناك معدل فقر مرتفع حوالي 19%. تبلغ الكثافة السكانية على مساحة تقل عن 50% من إجمالي مساحة الزرقاء، وارتفاع تكلفة السكن وضعف قدرة الحكومة على تمويل توفير خدمات بنية تحتية في معظم مناطق المحافظة أدى إلى تركيز السكان في مناطق محدودة منها. كل هاي الأسباب والعوامل جعلت من الحل غير قابل للتطبيق، فكان القرار بالبدء فورا وبدون تأخير من خلال إنشاء مستشفى الزرقاء الجديدة والمدينة السكنية المتكاملة لاستيعاب حوالي 370 ألف نسمة من المحافظات. خلينا نشوف الاريا كاباسيتي باعوا هذه المحددة باللون الأحمر، هي مناطق التوسع المحيطة بمنطقة الزرقاء. فمساحة المشروع بالكامل 2500 هكتار، يتكون من 6 مراحل لها نفس الهدف. والمرحلة الأولى بمساحة 250 هكتار، يعني ربع الهكتار، وتمثل 10% من مساحة المشروع بالكامل. وتتكون المرحلة الأولى من عدة مجمعات سكنية، منها ضاحية الأميرة سلمى تبلغ 8.6 هكتار. من المتوقع أن تستوعب المدينة 50 ألف نسمة، يشكلون 75 ألف أسرة، وذلك عند انتهاء من جميع المراحل بتمام العام 2020. فإذا الزرقاء المفرق هو المحور الرئيسي للحركة المرورية الدولية، يعني هاي الخطوط الحمراء هي المحاور الدولية الرابطة بين مدينة الزرقاء والمحافظات الأخرى. نلاحظ الأشياء اللي ممكن أنه نبقيها. الزرقاء يونيفرسيتي والتلال الموجودة، وكذلك Ministry of Interior الزرقاء يعني وزارة الداخلية، وCourt of Law المحكمة. فإذا أكو مباني تجارية وتعليمية وعسكرية وصناعية تقع في موقع VIP، لازم نحافظ عليها والبقية نطورها. زين، المرحلة الأولى للمشروع هو مشروع رياضي، المرحلة الثانية منطقة سكنية زائد منطقة تجارية، المنطقة الثالثة استيعاب المستشفى وما حولها، والمرحلة الخامسة سكن، والسادسة سكن أيضا. لاحظوا الفيرست ستيج باللون الأصفر هنا على الخريطة، هو باللون الأصفر، بينما المرحلة الثانية هي باللون الأزرق، تكون شمالية شرقية، والثيرد ستيج باللون الأحمر، هذا اللون الأحمر، والرابعة الخضراء، هذا اللون الأخضر. الزرقاء الفاتح هو الخامسة، زرقاء الفاتح، بينما السادسة هي البرتقالية. سيكس ستيج هي اللون البرتقالي. فإذا يتكون مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز من 7 مراكز، هنا محددين 6 فقط، تضم مناطق سكنية، خدمات إدارية تجارية تخدم المتطلبات اليومية لأهالي المدينة، ويضم مركز المدينة خدمات تجارية وإدارية واجتماعية وثقافية، ويصل عدد السكان إلى 500 ألف مواطن بعد انتهاء المراحل 7 الوارد ذكرها.
إذا ترتيب اللاند يوز، المناطق السكنية هي باللون البرتقالي حوالي 36%، وتشغل إيريا 91,236 متر مربع. أما المناطق التجارية حوالي 19% تشغل 47.85 من إجمالي الأرض. وعندنا الخدمات العامة تشمل حوالي 2%، في حين الحدائق والمساحات تشمل حوالي 8%. فإذا راح تكون أنواع المناطق بالهكتار: مناطق سكنية 5 ب 135 هكتار، مناطق تجارية حوالي 40، مناطق تجارية من شارع الجيش 75، والمنطقة الإجمالية هي 250. فإذا يقع المشروع الرائد غرب المدينة على شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز بمحاذاة شارع الجيش، وهذا تقسيم اللاند يوز إلها. نلاحظ أنه الأنواع السكنية عندنا برايفت ريزيدنتال الخاص حوالي 332 وحدة، بينما ريزيدنتال بي نوع بي حوالي 828 نوع. ريزيدنتال اولموست باست، يعني هي اللي موجودة قديما، اولموست باست جي 1160 وحدة سكنية. والهاوسينج كومبلكس المجمعات السكنية حوالي 1453. فهيك توزع عندنا المناطق السكنية باللون الأخضر على الخريطة، هو البرايفت يشكل 332 وحدة سكنية، وبالخريطة الأحمر البي ريزيدنت نوع بي حوالي، هذا الأحمر حوالي 828 وحدة سكنية. الأصفر almost past جي، هذا حوالي 1160 وحدة سكنية. الأزرق housing complex مجمعات سكنية حوالي 1453 وحدة سكنية. والهاوس complex الفاتح حوالي 1453، ويشمل كل موقع سكني بالإضافة إلى ذلك حدائق، مدارس، مدارس رياض أطفال، خدمة، مراكز صحية، ومراكز شباب. إذا كل مشروع حاوي على هذه الخدمات. هسه هاي الأميرة سلمى المرحلة الأولى حوالي 66 هكتار بوينت 8، يعني تتوزع بين قطع 300 بالشمال و185 بالشرق، 200 متر بالجنوب، و235 بالجنوب الغرب، و190 بالغرب، و260 متر مساحة القطعة في الشمال، الشمال الشرقي. وهاي الواجهات اللي تحدد منطقة الأميرة سلمى. فإذا مساحة الوحدات السكنية في منطقة الأميرة سلمى هي بثلاث أنواع من الوحدات السكنية: شقة واحدة طابق ثاني مكونة من غرفتين نوم، معيشة، طعام، مطبخ، حمام، مخزن، حوالي 90 متر مربع. شقة دوبلكس طابق أرضي وأول مكونة من 3 غرف نوم، معيشة، طعام، مطبخ، حمام، تواليت، مخزن، حديقة خاصة أمامية وخلفية، حوالي 120 متر مربع. شقة دوبلكس طابق أرضي وأول مكونة من 3 غرف نوم، معيشة، طعام، مطبخ، حمام، تواليت، مخزن، حديقة خاصة أمامية وخلفية، بمساحة 150 متر مربع. وأكو شقة دوبلكس طابق أرضي وأول مكونة من 4 غرف نوم، طعام، مطبخ، حمام، 2 تواليت، مخزن، حديقة خاصة أمامية وخلفية، بمساحة 180 متر مربع. فإذا الـ construction area المجموع هي 26,173 متر مربع. الـ target group low income، يعني دخل محدود واطئ. والـ parking لازم الـ private type top. فإذا تتكون ضاحية الأميرة سلمى على 500 وحدة، وقلنا لكم شنو المساحات مالتها: 70 وحدة سكنية مستقلة، ومساحة كل وحدة ما بين 92، وإلها حديقة أمامية وخلفية وكما وضحنا سابقا.
طريق الوصول إلها، المؤدي إلها هو الشارع الجيش اللي على الجهة الغربية، وهاي النوعيات الثلاثة واجهاتها مبينة قدام حضراتكم. نجي على المعدل السنوي للطقس. الطقس معتدل في الشتاء حار في الصيف، وتهطل الأمطار في شهر يناير، هاي الدراسة البيئية لها. وعندنا المداخل الأخرى إلها تظهر في نهاية المشروع. فإذا توصلنا إلى عدة conclusion، أنه يوجد شارع رئيسي قريب من المشروع، وطرق فرعية أخرى تؤدي إليه، ومداخل خاصة لكل جزء من المشروع، مما يسهل الوصول والدخول إلى المشروع. الطقس معتدل في الشتاء حار في الصيف، تهطل الأمطار في شهر يناير. استخدموا مواد بناء ذات درجة حرارة مناسبة للمنطقة، كالنوافذ الحجرية والصغيرة، وما تحتوي على واجهات زجاجية كبيرة، والضوضاء يكون قليل بالنسبة إلها. أرجو أنه يكون هذا المشروع ميسر لكم، وللتواصل رابط المشروع في أسفل الفيديو. شكرا وإلى اللقاء.